بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها، عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 الأولى من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، المعروف بتفسير الخازن للإمام أبي الحسين علاء الدين علي بن محمد الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين، قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. قال: ملكا لله ما في السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض. قال: ملكا، يعني ولله ملك السماوات والأرض، أو لله ملك ما في السماوات وما في الأرض. ملكا وأهلها، أو نقول أهلهما أفضل، وأهلهما يعني أهل السماوات وأهل الأرض، وأهلهما له عبيد وهو مالكهم سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذا يتناول حديث النفس والخواطر الفاسدة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال: هذا النص يتناول كل ما يجري على خاطرك وفي قلبك، كل ما يرد عليه من وساوس وواردات فاسدة وغير ذلك التي ترد على القلب ولا يتمكن من دفعها، والمؤاخذة بها، لو أننا نؤاخذ بهذه الخواطر الفاسدة التي لا يتعمدها الإنسان ويعجز عن طردها أيضا، يعني ليس هو الذي يستجلبها، يعني إنسان كان جالس هكذا وصار هو يتعمد التفكير بمعصية، هذا الخاطر يحاسب عليه لأنه هو الذي استجلبه. أما إنسان قد يكون يقرأ القرآن فيخطر بباله خاطر فاسد، هذا لا يمكن أن يدفعه عن نفسه. قال: فالمؤاخذة على هذه الخواطر الفاسدة التي ترد على الإنسان بغير حول منه ولا قوة، مع العجز عن دفعها، فالمؤاخذة عليها هي من باب التكليف بما لا يطاق، والقرآن قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: والمؤاخذة بها تجري مجرى تكليف أو تكليف ما لا يطاق. وأجيب عن هذا بأن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين، فمنها ما يوطن، يعني أول شيء الخاطر الذي يرد أنت لا حول لك به ولا قوة، ولكن الآن ما هو أنت موقفك مع هذا الخاطر؟ هل تقف عنده وتتبناه وتعزم على فعله، أم تستعيذ بالله من شره وتحاول رده؟ قال: فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم على إظهاره إلى الوجود، فهذا مما يؤاخذ الإنسان به. والقسم الثاني ما يخطر بالبال ولا يمكن دفعه عن نفسه، لكن
يكرهه، هكذا ينبغي أن تكون، لكن يكرهه. ولا يعزم على فعله ولا على إظهاره إلى الوجود، فهذا معفو عنه، بدليل قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال قوم إن هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إلى آخره، خاصة، إن هذه الآية خاصة. ثم اختلفوا في وجه تخصيصها، فقال بعضهم: هي متصلة بالآية التي قبلها، وإنما نزلت في كتمان الشهادة. ومعنى الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الشهود، من كتمان الشهادة، أي تخفوه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الشهود من كتمان الشهادة، أي تخفوه، أو تخفوه، وليس أي، أو تخفوه، أي تخفوا الكتمان، يحاسبكم به الله. وهذا ضعيف، قال: لأن اللفظ عام، وإن كان واردا عقيب قضية فلم يلزم صرفه إليها. وقال بعضهم: إن الآية نزلت في من يتولى الكافرين، وتولية الكافرين عمل قلبي، فقد يتولى الإنسان الكفار في الباطن ويشتغل من وراء وراء، ويظهر للناس أنه مع المسلمين، أو أنه مع المؤمنين، أنه مع المظلمين، مع مظلومين، وهو في الواقع يكتم في قلبه العداوة للمؤمنين والموالاة للكفار. لاحظ الآن. وقال بعضهم: إن الآية نزلت في من يتولى الكافرين من المؤمنين، والمعنى: وإن تبدوا، أي تظهروا ما في أنفسكم، يعني من ولاية الكفار، يعني الذين يوالون الكفار كأنهم على قسمين: قسم يجاهر بولايته وتأييده، يجري معهم معاهدات ويذهب إليهم ويساندهم إذا ما اعتدوا على المؤمنين ويؤيدهم ولا يخذلهم، بالعكس يخذل المؤمنين ولا يخذلهم، يتقوى بهم ويعتمد عليهم، هذه موالاة للكفار. أي تظهروا ما في أنفسكم، يعني من ولاية الكفار، أو تخفوه فلا تظهروه، يحاسبكم به الله، أنتم محاسبون على كلا الأحوال، أنت محاسب. وذهب أكثر العلماء إلى أن الآية عامة، ثم اختلفوا فقالوا، فقال قوم: هي منسوخة. تذكروا كما قلنا وما قاله الشيخ قبل قليل، أن المعنى العام للآية يجري مجرى المؤاخذة على، يجري مجرى التكليف بما لا يطاق، المعنى العام للآية. لذلك ذهب قوم إلى أنها منسوخة. فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي بعدها، يعني قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة، يدل على أن هذه الآية منسوخة، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحبابنا لا يخلو إنسان من وساوس تعتريه ويعجز عن ردها، ما يخلو ذلك إنسان إلا من عصمه الله عز وجل، مهما كان من الصالحين والأولياء
لابد أن يرد على قلبه وساوس. قال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. الآن لابد أن يعرضوا ما اعتراهم من حزن وأسى وألم، فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة أو الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في أثرها بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعفو عنا، يعني استجبت لكم دعاءكم، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. أخرجه مسلم. لاحظوا أحبابنا هنا يعني فائدة خفية أشار إليها بعض العلماء لما تكلم بعض العلماء على مسألة الرضا بالبلية. الله ينزل عليك البلية لحكمة، فإذا قضيت الحكمة رفعت البلية. ما هي الحكمة من نزول البلايا؟ قالوا الحكمة من نزول البلايا إظهار العبودية والرضا بما قضى الملك، هذه الحكمة من إنزال البلاء على العباد، إظهار العبودية من العبد وأن يرضى بقضاء الملك جل وعلا. وما هو الرضا؟ الرضا ألا تطلب الخروج من الحالة التي أنت فيها إلى حالة أخرى، هذا هو الرضا. فلما نزل قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية اشتد ذلك على المؤمنين، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الإيمان فسكنت قلوبهم ورضوا بما أنزل الله عليهم واطمأنت نفوسهم. فالآن قضيت الحكمة التي نزلت من أجلها الآية فنسخت بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا فهمنا هذا أحبابنا، أول شيء نسأل الله لنا ولكم دوام العافية، إن فهم المؤمن هذا الأمر رضي، دائما يرضى بما يجريه الله عز وجل عليه من أحكام الله. قال وله عن ابن عباس نحوه، وفيه قد فعلت بدل نعم، يعني لما قالوا ربنا سمعنا وأطعنا، أو لما قال
اللهم صل وسلم. قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال فعلت. وفي رواية مسلم نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا به، ما لم ينطق بهذا الذي جرى أو حدثت به نفسه. وفي رواية ما وسوست به صدورها. وقال قوم إن الآية غير منسوخة لأن النسخ لا يرد إلا على الأمر والنهي ولا يرد على الإخبار أو على الأخبار. وقول الله تعالى يحاسبكم به الله خبر فلا يرد عليه النسخ. ثم اختلفوا في تأويلها الذين قالوا بأن الآية محكمة وغير منسوخة، اختلفوا في تأويلها. فقال قوم قد أثبت الله تعالى للقلب كسبا فقال بما كسبت قلوبكم، وليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة جارحة أو همة قلب إلا يعلمه الله عز وجل. قلبك أنت أي تعلق بشيء، أي التفاتة من قلبك لأي شيء، الله سبحانه وتعالى يعلمها ثم يخبره به ويحاسبه عليه، ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال آخرون في معنى الآية إن الله تعالى يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم وما أخفوه، أيضا من جميع ما أبدوا من أعمالهم وأخفوه، ويعاقبهم عليه، غير أن معاقبتهم على ما أخفوه أخف مما لم يعملوا به. يعني معاقبة الله للعباد على ما أسروه في أنفسهم ولم يبدوه أخف من عقوبته لهم على ما أظهروه، وهو ما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها. وهذا قول عائشة عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه عن هاتين الآيتين، فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير، يعني بالعرض على النار، التبر الأحمر الذهب. كيف يخلص من الشوائب بالعرض على النار؟ وكذلك العبد ما يجري عليه من أكدار وآلام وتنغيصات وأحزان هذه تنقيه تجعله يخرج من الدنيا لا ذنب عليه أبدا. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، كل ما تفعل خطأ يعاقبك الله عز وجل عليه، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه.
تجده يفعل المعصية والزلة، وبعد ذلك تأتيه النعمة. فمجيء النعم بعد استجرار المعاصي فهذا دليل على أن الله أراد بك شرا، أمسك عليك المعاصي كي يحاسبك بها يوم القيامة. قال أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، آمين. وقال قوم في معنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني مما عزمتم عليه أو تخفوه، أي ولا تبدوه وأنتم عازمون عليه، يحاسبكم به الله. فخرج بذلك، خرج بذلك حديث النفس الذي لا عزم معه. لذلك قال فأما حديث النفس مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذ به. قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان أيؤاخذ العبد بالهمة، أن إذا هم بشيء ثم لم يفعل، هم بمعصية فلم يفعلها، فقال إذا كانت عزما أخذ بها، يعني حوسب عليها. وقيل معنى المحاسبة الإخبار والتعريف، فيرجع معنى هذه المحاسبة إلى كونه تعالى عالما بكل ما في الضمائر والسرائر مما ظهر وخفي. ومعنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به، فالإبداء هو العمل بما حدثت به نفسك، أو تخفوه مما أضمرتم ونويتم أن تفعلوه ولكن ما فعلتموه، يحاسبكم به الله، أي يخبركم به الله. الشيخ أراد أن يقول ليس من ضرورة الحساب العقاب، وإنما يقع الحساب ويراد به الإخبار فقط، ولكن المعصوم عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب فقد عذب، يعني يكفي أن يقول الله لك لما فعلت هذا وإن لم يعاقبك. قال أن يخبركم به ويعرفكم إياه ثم يغفر للمؤمنين إظهارا لفضله ويعذب الكافرين إظهارا لعدله جل جلال الله. يروى عن ابن عباس، يعني هذا الكلام يروى الذي ذكره الآن وساقه يروى عن ابن عباس، ويدل عليه أنه قال يحاسبكم به الله ولم يقل يؤاخذكم به. لاحظ فرق، الحساب لا يقتضي العقاب لأن المحاسبة غير المؤاخذة، المؤاخذة تأتي بعد الحساب غالبا، ولقد تأتي بدون حساب. ويدل عليه أيضا ما روي عن صفوان بن محرز المازني قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض له رجل، استقبله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أخبرني ما سمعت رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تأملوا أحبابنا هذا الحديث، قال يدنى المؤمن من ربه، يقرب المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا وكذا، فيقول أعرف يا رب أعرف، يقولها مرتين، فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار
والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه في الصحيحين. وقوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال ابن عباس: يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، يغفر الله الذنوب العظيمة مهما عظمت يغفرها الله لمن شاء من عبيده، ويعذب من يشاء على الذنب الصغير. لا أحد، ليس لأحد سلطان أن يقول يوم القيامة: ربي لما غفرت جرائم وكبائر فلان وحاسبتني وعاقبتني على صغائر فعلتها. ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. الملك لا يناقش ولا يحاور ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لا سلطان إلا سلطانه، ولا أمر إلا أمره جل وعلا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله على كل شيء قدير، يعني أنه تعالى قادر على كل شيء كامل القدرة، فيغفر للمؤمنين فضلا ويعذب الكافرين عدلا سبحانه وتعالى. قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل في قلوبهم، في قلوب المؤمنين منها، من هذه الآية، شيء لم يدخل من شيء، دخل قلوبهم منها شيء، دخل قلوبهم منها شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذه خطأ في الطباعة والله تعالى أعلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بما كما مر معنا قبل قليل، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال الزجاج: لما ذكر الله في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء والحيض، ذكر أحكاما كثيرة، أحكام كثيرة ذكرت في سورة البقرة، والجهاد وأقاصيص الأنبياء وما ذكر من كلام الحكماء، ختم السورة بذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن نبيه صدق كل ما ورد في هذه السورة، في هذه السورة، آمن به والمؤمنين بجميع ذلك. ومعنى آمن الرسول صدق الرسول، لأن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، ومعنى آمن الرسول صدق الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعنى صدق الرسول أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام منزل من عند الله عز وجل. والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بملائكته، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.